نبدأ مشاهدينا من صحيفة القدس التي نطالع منها أحد مؤسسي شركة جوجل يبني أكبر منطاد في العالم. جاء في تفاصيل الخبر يعمل سيرجي برين أحد مؤسسي شركة جوجل على بناء أكبر منطاد في العالم يصل طوله حتى 200 متر. تم تصميمه كسفينة هوائية للبعثات الإنسانية إلى المناطق النائية من الكرة الأرضية. أيضا في التكنولوجيا نقرأ من صحيفة اليوم السابع المصرية، جوجل تطلق ميزة جديدة للتشجيع على التجوال بمتاحف العالم عن بعد. أطلقت شركة جوجل ميزة إضافية للشروح للأعمال الفنية الشهيرة داخل خدمة ستريت فيو لأخذ المستخدمين بجولات رقمية للمتاحف، فبمجرد فتح خرائط جوجل والعثور على أي مؤسسة تجد أهم القطع الفنية الواضحة مع المعلومات اللازمة. في الصحة نقرأ مشاهدينا من صحيفة القبس الكويتية، فنجان قهوة يحد من الإصابة بسرطان الكبد. أفادت دراسة بريطانية حديثة بأن شرب القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد. وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون كوبا واحدا من القهوة يوميا أقل عرضة لخطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 20%. وختام تجولنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدينا من صحيفة الإمارات اليوم وأيضا في الصحة، ارتفاع ضغط الدم يهاجم الأطفال أيضا. حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من أن ارتفاع ضغط الدم يهاجم الأطفال أيضا، مشيرة إلى أنه غالبا ما يتم اكتشافه مصادفة. لذا فهي توصي الوالدين بإخضاع الأطفال لفحوص وقائية بصفة منتظمة لاكتشاف المرض وعلاجه مبكراً.